برنامج رحالة الدنيا. طاف أكثر البلاد وأقام بين حاضرها والباد، فعرف أخبارها وسبر أغوارها، آثار للأعمال التاريخية. تقدم لكم برنامج رحالة الدنيا، جولة في رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي، يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز عويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة الشهير حفظه الله، والذي قد ولد في بريدة عاصمة القصيم في المملكة العربية السعودية في سنة 1345 من الهجرة الموافق سنة 1930 من الميلاد. وكان الشيخ يشغل منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وقد طاف العديد من البلاد ودون رحلاته في تلك البلاد التي زارها، حتى زادت تلك الرحلات على 160 رحلة. وكان من جملة تلك الرحلات التي زارها الشيخ ورحل إليها بلاد المغرب، وقد كتب في ذلك كتابا سماه الإشراف على أطراف من المغرب العربي. وقد وصل الشيخ إلى الحدود المغربية الإسبانية وزار جبل طارق، ودون لنا بعض مشاهداته أيضا هناك في الحدود المغربية. فكان من جملة ما قاله: كل اللافتات في هذه المنطقة، يقصد في مدن شمال غرب المغرب، كل اللافتات في هذه المنطقة ومنذ أن دخلنا حدود المغرب بلغة عربية تحتها الحروف اللاتينية، والكتابة العربية أكثرها مشرقية الخط وليس بالخط المغربي التقليدي الذي أصله الخط الكوفي والذي هجرناه في المشرق إلى الخط النسخي وغيره من أنواع الخط الأخرى، وحافظ عليه إخواننا المغاربة، وإن لم يبقوا عليه في أصله الكوفي العريق من كل وجه، وإنما أصابته سنة التطوير والتحوير. قال: ومن أهم مميزات الخط المغربي الحاضر الذي يستعمل أيضا في أقطار إفريقية مسلمة حتى قرب خط الاستواء ما يتعلق بالنقط، فالفاء تكتب بنقطة تحتها، والقاف تنقط بنقطة واحدة فوقها لا بنقطتين كما هي الحال عندنا، ولكن هذه الطريقة والخط العربي كله قد بدأ في التراجع وربما في التلاشي، لأن حروف الطباعة التي تطبع بها الصحف والمجلات تتخذ الطريقة المشرقية في الخط، وحسنا فعلوا، لأن ذلك من عوامل توحيد الكتابة والمصطلحات. كما أن الإخوة المغاربة في المغرب العربي ابتداء من تونس فما كان عنها غربا استمروا يستعملون الأرقام العربية التي صارت الآن عالمية، ولكن الأوروبيون لا يزالون يسمونها الأرقام العربية، ونحن ضيعناها إذ تحولنا إلى الأرقام الهندية التي كنا ونحن صغار لا نسميها إلا الهندي. والأفظع من ذلك جعل بعض المتعلمين عندنا حينما يسمون الأرقام المستعملة عندنا في أوروبا والعالم بالأرقام الإفرنجية وأرقامنا المشرقية بالعربية، ظن منهم أنها من اختراع أوروبا، وأن إخوانا المغاربة عندما استعملوها كانوا يقلدون الأوروبيين في ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ الآن بالنسبة للأرقام، في عندنا أرقام نحن نسميها الأرقام العربية: الواحد تأتي عمود، اثنين عمود ثم السن من جهة اليمين، ثلاثة عمود وثلاثة سنون، أربعة على مثل العصا الملتوية، خمسة الدائرة، ستة عمود والسن من جهة الشمال، وهكذا. هذه الأرقام هل هي أرقام عربية أو أرقام هندية؟ الشيخ محمد بن ناصر العبودي يرى أن هذه الأرقام أرقام هندية، وأن الأرقام التي نستعملها قديما هي الأرقام الإنجليزية الآن التي تكتب بخط آخر يختلف اللي احنا نسميه الأرقام الإنجليزية. يرى هو، وهذا قول موجود عند كثير من العلماء، أن الأرقام الإفرنجية هذه هي في أصلها أرقام عربية، وأن الأرقام العربية التي نستعملها اليوم هي
أرقام هندية، وهو يقول بأننا ونحن صغار نسميه الرقم الهندي أو الأرقام الهندية، وهذا ذكره بعضهم، وإن كان بعضهم يخالف في ذلك ويرى أن هذه الأرقام التي نستعملها التي تعرف بالأرقام العربية والتي الشيخ يرى بأنها أرقام هندية هي في الأصل أرقام عربية ليست هندية، والأرقام التي يستعملها المغاربة اللي هي الأرقام الإنجليزية هي فعلا أرقام إنجليزية. عموما هذا بعضهم ذكره والأمر فيه محل بحث. من جملة ما ذكره الشيخ محمد بن ناصر العبودي أيضا في رحلته في بلاد المغرب، وقد مر مدينة تطوان المغربية في أقصى الشمال المغربي، قال: برج الأفعى بجانب باب جياف في مدينة تطوان المغربية الذي هو باب اليهود، لأن اسم اليهود هو حياف في اللغة المحلية، والباب والبرج باقيان على ما كان عليه في القديم، إلا أن اليهود والأفعى قد رحلوا جميعا من المكانين، لأن هذا البرج يسمى برج الأفعى ويسمى بباب جياف، وهو نسبة إلى اليهود، لكن اليهود كما يذكر الشيخ ذهب أكثرهم إلى فلسطين وبعضهم إلى أوروبا، ومن بقي منهم في المغرب ترك هذه المحلة من البلدة القديمة. وهذا مثله يقال في تونس، أنا زرت في تونس جنوب تونس في جزيرة جربة التونسية، وجزيرة جربة كان فيها عدد كبير من اليهود يصل إلى 100,000 قبل سنة 1948 من الميلاد، وقد جاءوا على ما يذكر ضمن حملة التهجير التي طالت أهل الأندلس من المسلمين ومن اليهود، لأن محاكم التفتيش لم تكن على المسلمين فقط وإنما كانت على اليهود أيضا، فرحل كثير من اليهود إلى بلاد المغرب، ومنهم من استوطن تونس، ولهم هجرة قديمة في أيام بخت نصر، قيل إن بعضهم سكن هنا في تونس. عموما كان عددهم كبيرا في جزيرة جربة، وعندهم في جزيرة جربة التونسية مدينة داخلها تسمى مدينة الرياض. مدينة الرياض كانت تجمعا لليهود في جزيرة جربة، ويوجد فيها في هذا الحي أو هذه المدينة مدينة الرياض في جزيرة جربة يوجد كنست يهودي قديم جدا، معبد يقال له الغريبة، لعله أصله من الغريبة، والغريبة يعد أشهر كنست يهودي في بلاد المغرب، وقد زرت هذا الكنست ووثقت تاريخه وتاريخ اليهود في جزيرة جربة وفي بلاد تونس عموما، واطلعنا على نسخة من التوراة تعد ثاني أقدم نسخة التوراة موجودة حاليا. اليهود هؤلاء في بلاد تونس وفي جزيرة جربة لم يبقوا فيها بعد ذلك، منذ سنة 1948 من الميلاد تركوا تونس وجزيرة جربة واستوطنوا الأرض المحتلة التي تعرف اليوم ظلما بإسرائيل، والتي رحل إليها يهود المغرب ويهود تونس ويهود اليمن إضافة إلى اليهود الأوروبيين. اليوم على أعلى تقدير عدد اليهود في تونس لا يتجاوز 2500 يهودي، ينتشر بعضهم في تونس والمدن التونسية الأخرى كجزيرة جربة. من الملاحظات والفوائد التي ذكرها الشيخ محمد بن ناصر العبودي في كتابه الإشراف على أطراف من المغرب العربي وهو يتكلم عن اليهود في تطوان، قال إسحاق شامير رئيس وزراء اليهود الذي استهان بالعرب والمسلمين بل سعى إلى تحقيرهم والتهوين من شأنهم يرجع في أصوله إلى مدينة تطوان المدينة المغربية. إذن لعله والله أعلم أنهم ممن هاجر من بلاد الأندلس وسكنوا فيها، لأن تطوان يكثر فيها سكان الأندلس الذين رحلوا إليها بمجرد ما تجاوز البحر من بلاد الأندلس، أتوا على مدن شمال المغرب، شمال غرب المغرب كمدينة تطوان وشفشاون، هذه المدن وغيرها يكثر فيها الأندلسيون. من جملة ما ذكره الشيخ محمد بن ناصر العبودي أيضا أنه مر مع السائق، سائق السيارة الذي معه، على مسجد اسمه مسجد ابن عبود، مسجد ابن عبود هكذا بضم العين والباء وتخفيفهما. الآن السائق يذكر للشيخ محمد بن ناصر العبودي أصل هذه التسمية، قال: ابن عبود بنى هذا المسجد كله وحده ولم يقبل أن يساعده أحد على بنائه
أو يشاركه فيه. فسألته هل هو من أهل تطوان؟ فقال أصله من السعودية. الجد دياله جاء من تطوان. الجد دياله من تطوان. دياله هذه كلمة شائعة في المغرب تأتي للإضافة والاختصاص، مثل ما نقول يعني الجد ماله، أو مثلا عند السعودية يقول جد حقه، فيقول الجد دياله يعني جده، يعني هذا معنى الكلمة جده، أو مثل ما يقول المصريين بتاعه، الجد بتاعه، الجد ماله، الجد حقه أو حقه، يعني جده من تطوان لكن أصولهم من السعودية. ويقول بأن جد بن عبود هذا مولود هنا. طبعا الشيخ بن عبود يسأله وهو يستغرب، لأن ابن عبود هذا رجل من أهل تطوان، ولد هو وولد جده في تطوان، لكن يقولون أنهم يرجعون إلى السعودية. والشيخ يقول وهو لا يعرف أننا من السعودية، لأنه سألنا أول الأمر من أين أنتم، فقلت له نحن من منطقة الخليج قرب عمان، فاكتفى بهذا التعريف ما سألني. ثم قال الآن المغربي التطواني يبدأ يفصل الآن في ابن عبود، والشيخ مستغرب، فقال له ابن عبود صاحب هذا المسجد من عائلة العبودي الكبيرة، يقول نطق الاسم كما ننطق به في نجد لعبودي هكذا بإسكان اللام والعين، وهما متجاوران وتخفيف الباء مثل ما نطق به باسم ابن عبود مثل ما ينطق به عندنا تماما. قال وقد استرعى انتباهي ذلك لكون أسرتنا كانت تسمى في أول الأمر عبود، عبود يعني بدون ياء النسبة، ومعنى ذلك آل عبود، وكان يقال للواحد منا ابن عبود كما هو موجود قديما عندنا. قال وكان صديقي، يقول الشيخ العبودي، وكان صديق الدكتور عبد الرحمن الهراس وهو من أهل تطوان وعضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد الذي يتبع رابطة العالم الإسلامي، قد أخبرني عن أسرة العبودي في تطوان وأن اسمها مطابق لاسمنا، وأن منها شخصيات كبيرة خرجت من تطوان إلى بعض أنحاء المغرب، ومنهم قضاة وموظفون كبار. وهذا السائق التطواني الأندلسي الأصل يقول لي ما لم يقله الدكتور الهراس، وهو أن أصل أسرة عبود من العبودي، وأن أصل الجميع من السعودية. وقد حملني ذلك على التساؤل عما إذا كانت لأسرتهم علاقة بأسرتنا، بأن يكون أحد من قومنا قد سافر إلى المغرب ولم نعرف من أمره شيئا، لأن سفره إليها سيكون حتما مرحلة ثانية لسفرة معتادة كانت تكون للشام أو مصر أو حتى لمكة المكرمة بعد أن يكون لبث فيها مدة ونسي أمره والله أعلم. يعني هذا في كلام الشيخ يقول كنت أرى ذلك محتملا، أن أحد أبناء العمومة قديما ذهب إلى الشام أو مصر أيام العقيلات وهجرة التجار أهل القصيم إليها، أو كان ذهب إلى مكة من أجل الحج ثم ذهب إلى بلاد المغرب واستقر بها. يعني أمر هذا غريب، الاسم واحد وفيما يقولون ترجع أصولهم إلى بلاد السعودية، هذا محتمل. وبالمناسبة الشيخ ذكر مثل هذا، نسيت الآن في أي بلد تحديدا، لكن في بلاد آسيا الوسطى، أنه التقى جماعة هناك ورأى أن هناك اسم مطابق له، وسألوه أنت يا شيخ محمد هل ترجع أصولك إلى هذه البلاد، لأن عندنا من يحمل هذا الاسم وهو موافق لاسمك تماما. فبين لهم الشيخ أن هذا من توافق الأسماء ليس إلا. نكتفي بهذا القدر، وسنقف إن شاء الله مع الشيخ محمد العبودي في رحلة أخرى في لقاء مقبل إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج رحالة الدنيا للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.